بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على شويه بيزكس خفيفه كده في الدوبلر. احنا اتكلمنا في الالترا ساوند البيزكس بتاعته. بالنسبه للدوبلر اللي اخترعه مبدئيا واحد اسمه اندرياس دوبلر في 1840، يعني قبل 100 سنه من اختراع ايه او من ابلكيشن بتاع الالترا ساوند نفسه. الكلينيكال بتاعه الكلينيشن اللي هو السيرجن بيستخدم جهاز كده عامل زي الالم، هو ده الدوبلر بالنسبه له، وبيسمع بيه الصوت بتاع البسل. احنا كراديولوجيست تمام بنشوف بقى الفلو يا اما في صوره كلر يا اما في صوره ويف فور. فيزيكالي انا المفروض الالترا ساوند العادي لو خبط في اي ستراكشر والستراكشر ده فيكسد ستيشنري هيرجع منه ريفليكتد الترا ساوند. لو انا بعت الالترا ساوند بفريكوانسي معينه وليكن 5 ميجا هرتز هترجع لي بنفس الفريكوانسي 5 ميجا هرتز، ده بروفايدد ان الاستراكشر ده ايه فيكسد ستيشنري ما بيتحركش تمام. وبالتالي فرق الفريكوانسي الريسيفت عن الترانسميتد هيبقى زيرو، مفيش اي فريكوانسي ديفرنس، مفيش اي فريكوانسي شيفت تمام كده. فريكوانسي ديفرنس هنسميها فريكوانسي شيفت. طيب لو الاستراكشر ده موفينج زي الار بي سيز بتاعتنا اللي هو الدم تمام، لو موفينج هيحصل سام سورت اوف تشينج اوف الفريكوانسي. لو جايه توورد الالترا ساوند بيم توورد البروب بتاعنا الفريكوانسي هتزيد تمام، وبالتالي الريسيبيانت الريسيفد فريكوانسي ناقص الترانسميتد هتبقى القيمه اكتر من زيرو، يعني هتبقى بالبوزيتيف تمام. ولو الاستراكشر ده موفينج اواي من الالترا ساوند بيم اللي انا بعته تمام هيحصل تشينج في الفريكوانسي، المره دي هتقل، فالريسيفد ناقص الترانسميتد هتبقى اقل من الزيرو يعني بالماينس تمام. طيب نفس فكره الاسعاف تمام، وهي بتعدي من جنبينا وهي بتبعد، طول ما هي بتقرب الصوت ايه اللي بيحصل له؟ التون بتاعه بيزيد. التون ده بيزيد نتيجه ان المسافات دي قلت، المسافات دي ما بين كل ويف واللي بعديها اسمها ويف لينث. الويف لينث لو صغرت ايه اللي هيحصل في الفريكوانسي؟ هتزيد. والويف لينث هنا لو كبرت ايه اللي هيحصل في الفريكوانسي؟ هتقل تمام. احنا بنترجمها على هيئه ايه؟ زياده في التون بتاع الصوت او ضعف في التون. دي هنعتبرها بوزيتيف، دي هنعتبرها نيجاتيف. الكلام ده نتيجه تشينج اوف الفريكوانسي تمام. التشينج في الفريكوانسي اسمه دوبلر افكت، هو ده الاساس بتاعنا، اسمه دوبلر افكت، دوبلر شيفت، دوبلر او فريكوانسي شيفت تمام. واتعملت لنا معادله فيزيائيه كده بيقول لك التشينج في الفريكوانسي بيساوي الريسيفد ناقص الترانسميتد، كلام سليم تمام. انا باعت مثلا 5 ميجا هرتز رجع لي 5 ميجا هرتز و10 كيلو هرتز يعني 10000 تمام، او بتساوي 2 في الريسيفد في سرعه الدم على سرعه الالترا ساوند في البلاد فيسل في التيشوز تمام، اللي هي 1540. سرعه الدم حد عارفها؟ لا ما نعرفهاش، بس احنا عارفين الفريكوانسي اللي انا بعتها واللي ايه واللي استقبلتها تمام. وبالتالي الحاجه الوحيده اللي بتبقى مش معروفه في المعادله اللي هي سرعه الدم، طالما انا عارف كله هقدر احسبها. بس في عندنا مشكله صغيره كده هتقابلنا، ايه هي؟ ان الدم يا جماعه استراكشر او البلاد فيسلز مش جايه توورد ولا اوي بالظبط، واخده ايه؟ واخده كيرف تمام. يبقى لازم اضيف على المعادله دي زاويه، حاجه اسمها كوزاين سيتا تمام، مش هتفرق معايا في النسا كتير. طيب يبقى اذا الدم ده بلاد فيسل جاي ناحيه البروب تمام، لو الدم اللي فيه جاي ناحيه البروب تغيير الفريكوانسي هيبقى عامل ايه؟ ازيد ولا اقل؟ ازيد تمام كده، لان الايه الويف لينث بتقل تمام. لو رايح بعيد هتبقى اقل، يعني هيحصل تشينج في الفريكوانسي. بس الكلام ده انا هنا بارلل للايه؟ للفلو، بارلل بالظبط، يعني مفيش زاويه، يعني كوزاين الزاويه كام؟ الزاويه هنا ما بين الاثنين زيرو، كوزاين الزيرو واحد، يبقى المعادله كلها تتضرب في واحد، يبقى السيجنال الدوبلر اللي هتطلع لي هي اعلى سيجنال ممكنه تمام. فانا بحاول لو انا عايز سيجنال قويه ابقى بارلل للفيسل على قد ما اقدر. يعني ايه بارلل للفيسل؟ انا عندي ده مثلا الالترا ساوند بروب انا حاطه على بطن البيشنت تمام، لو البلاد فيسل جاي كده بيربنديكولار لا، لو البلاد فيسل جاي كده عفوا لو جاي هنا بيربنديكولار على البيم دي هتبقى سيجنال وحشه، لكن لو هنا جاي بارلل للبيم هتبقى اعلى سيجنال. مين البلاد فيسل اللي عندنا بيعمل كده؟ الميدل سيريبرال ارتري. السكال فيها ميدل سيريبرال فوق وميدل سيريبرال تحت، ميدل سيريبرال سواء فوق ولا تحت طالما جاي توورد او اوي الزاويه ما بينه وبين البيم كام؟ صفر. يبقى المعادله هتتضرب في كام؟
واحد تمام اعلى سيجنال احسن سيجنال وادق سرعه هتتقاس. لذلك الفيسل الوحيد في الاوبستاتريك اللي هقيس السرعه بتاعته هو الميدل سيريبرال تمام. اما باقي الفيسلز ما تحاولش تقيس سرعه، هنقيس حاجات تانية بديله للسرعه. طيب لو الفيسلز دي واخده انجل على البيم يبقى لازم اقيس ايه الكوزاين بتاع الانجل دي. بيقول لك لو انا بيربنديكولار بالظبط على البيم زي مثلا خليها لو انا بيربنديكولار على البيم يبقى الزاويه من الاثنين كام؟ 90. كوزاين ال 90 صفر، يبقى المعادله كلها هتتضرب فيه صفر. يبقى هلاقي سيجنال ولا لا؟ تقريبا اجنورابل سيجنال، نون دايجنوستيك سيجنال تمام. لذلك لو انا ده عندي البيم وانا مميله وده بلاد فيسل جاي من الناحيه دي لغايه الناحيه دي تمام، جاي من الناحيه دي يبقى توورد ولا اوي؟ توورد. يبقى الشيفت هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف فريكوانسي شيفت، وبالتالي هيظهر لي ويف فورم بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ ده خط اسمه بيز لاين، يبقى الويف اللي هتظهر اباف البيز لاين تمام. طيب هنا البلاد فلو بقى بالنسبه للبيم اوي تمام، وبالتالي هيطلع نيجاتيف، يبقى هتبقى ويف فورم بيلو البيز لاين. طيب انا كل ما بقرب ناحيه البيم كل ما الزاويه تبقى ايه؟ بيربنديكولار. يعني هنا في ايه؟ في هنا زاويه معموله، الزاويه دي بدات تبقى بيربنديكولار، هنا تقريبا بقت مور اور ليس بيربنديكولار. يبقى الفريكوانسي شيفت، الفريكوانسي ديفرنس، كل ما ابقى بيربنديكولار كل ما الفريكوانسي شيفت ايه؟ يقل، لان الكوزاين بتاع الزاويه قاعد يقل تمام. عفوا بيقرب من ال 90 وبالتالي الكوزاين بيقرب من الزيرو، وبالتالي السيجنال كل ما قرب ناحيه البيربنديكولار السيجنال تلاقيها ايه؟ قاعده بتقل، طول الويف قاعد يصغر لدرجه انه ممكن في مرحله من المراحل ما اشوفش اي ويف خالص، نو سيجنال، اللي هي وانا ايه بصور بيربنديكولار تمام. لذلك كده كلمه عندنا في الدوبلر كان قالها لنا دكتور عمرو الهادي جزاه الله خيرا، قال لك الدوبلر يحب الحال المايل، لازم تميل علشان تعرف تقيس سرعه دقيقه تمام. الايمج ديسبلاي تمام، ازاي بطلع صوره؟ اول حاجه انا ممكن اطلع صوت. اشمعنى؟ الفريكوانسي شيفت غالبا انا ببعت مثلا 5 ميجا هرتز بيرجع لي 5 و10 كيلو هرتز او 5 ناقص 10. هي الودن بتسمع كام هرتز يا جماعه؟ من 20 ل 20000، يعني من 20 هرتز لغايه 20 كيلو هرتز. الفريكوانسي شيفت من فضل الله علينا انها واقعه في الاوديبل رينج، لذلك صوت الدوبلر بسمعه. ده اللي نقول لك ايه؟ انا هسمعك صوت الجنين يا ست تمام؟ ليه؟ انا بقوم حاطط البلس الدوبلر واقوم مسمعها الفريكوانسي شيفت اللي بتبقى في الاوديبل رينج تمام؟ يبقى اللي انا بسمعه ده الفريكوانسي شيفت، هو ده الدوبلر شيفت او الدوبلر افكت. فدي طريقه، بس هل اشخص بيها؟ لا، انا ما بشخصش بالصوت، لان انا محتاج حاجتين، انا محتاج دايركشن اوف فلو فيلوسيتي اوف فلو. الدايركشن سهل، اباف البيز لاين ولا بيلو البيز لاين تمام. هنا برضو حاجه اسمها كلر ماب، اباف البيز لاين ولا بيلو البيز لاين بالنسبه للكلر او بالنسبه للويف. فانا هقدر اعرف ايه دايركشن الجهاز بيجيبها لي عن طريق دي بوزيتيف شيفت ولا نيجاتيف شيفت. الحاجه الثانيه فيلوسيتي اوف بلاد، بعرفها ازاي؟ عن طريق قوه الشيفت. كل ما الفريكوانسي شيفت يبقى كبير يبقى سرعه البلاد فيسل ايه؟ اعلى تمام. سرعه البلاد فيسل اعلى لو انا ويف بطولها فوق، وهنا ببص على السرعات. طب لو انا كلر بعلى في البرايتنس بتاع الكلر، يبقى كل ما الكلر بقى مور برايت كل ما سرعه البلاد فيسل هاير. يبقى هنا لونه مثلا ازرق وهنا لبني، انهي الاسرع؟ اللبني. هنا احمر وهنا برتقاني، انهي الاسرع؟ الاحمر تمام. انهي الابطا؟ عفوا البرتقاني. انهي الاغمق او انهي الابطا؟ الاغمق. طب خليها تخش تمام، وكمان نص ساعه كده هنجيلها ماشي، نصايه كده ولا حاجه. قال يعني انا هشوف حاجه ماشي اوكي تمام. فالمودز اوف ديسبلاي، انا دلوقتي عايز اطلع الدوبلر ده في صوره، صوره اقدر اشخصها. الالترا ساوند يا جماعه لما بنيجي نطلعه كنا يا اما بي مود يا اما اي مود يا اما ام مود. الام مود ده اللي بسمع بيها القلب، اللي عفوا اللي بشوف بيها القلب اللي اسمها موشن مود او ايكو. البي مود اللي بشوف بيها السونار العادي اللي هي البي فور برايتنس، ابيض واسود جراي سكيل. ريال تايم ليه ريال تايم؟ لان انا باخد صوره اسمها فريم،
واخد صوره فريم تاني واخد صوره 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 صوره، باخد لي 25 الى 30 صوره في الثانيه واقوم عارضهم ورا بعضيهم، فعينيا ما تقدرش تلقط الفرق بين صوره وصوره، فشوفهم كانهم بيتحركوا كونتينوس كانها ريال تايم. ات از نوت ريال تايم. تمام. ريال تايم يعني انا كان انا بشوف كونتينوس، يعني انا حاطط البروب العين بيتنفس انا شايف اللي جوه بره على طول. تمام. مش صور متخزنه وبتتبعت لي بعديها بشويه، كان انا شايفها ايميديت. تمام. لكن هي اكشن متخزنه جزء من الثانيه. فلو انا عملت حاجه بطأت او قللت الفريم ريت هبدا القط الجاب ما بين كل صوره وصوره، بنشوفها في بعض الاجهزه. تمام. لما استخدم كلر على دوبل الاقي الصوره بطأت، فقدرت اشوف الايه الفريمز دي. لا، حاول انت تقلل الكلر بوكس، تعمل مش عارف ايه، تسرع الفريم على قد ما تقدر. الفريم لما بيبطئ التشخيص بيضعف. تمام. قلنا البي مود او الجري سكيل، السونار العادي بشوف الانترفيس ما بين كل تيشو وتيشو، على كل انترفيس يقوم رجع لي شويه الترا ساوند، على كل انترفيس يرجع لي. لكن الدوبلر بيشوف ايه؟ الموفينج ستراكشرز. الموفينج ستراكشرز. وعندي ثلاثه مودز بقى، كلر باور وسبكترم. اول واحد فيهم الكلر. الكلر ده انا بدي دايركت، كل دايركشن بدي له كلر معين. وليكن الكلر اللي فوق هو اللي توورد البروب، هو اللي بوزيتيف فريكوانسي شيفت. الكلر اللي تحت اوي من البروب، نيجاتيف فريكوانسي شيفت. يبقى المعلومه اللي كنا بنسمعها وفاكرين انها غلط، الاحمر ده هو الارتري والازرق هو الفين، المعلومه دي غلط. احمر يعني ايه؟ يعني توورد. ازرق يعني ايه؟ يعني اوي. بس بروفايدد ذات لازم تكون الكلر ماب الاحمر هو اللي فوق. طب لو الازرق هو اللي فوق، يبقى الازرق هو اللي توورد، يبقى دايما اللي فوق هو اللي توورد، اللي تحت هو اللي قوي. تمام. البلاك، البلاك ده مينز البيز لاين. البيز لاين ده يعني فريكوانسي شيفت صفر، يعني السرعه نزلت لغايه الصفر، يعني الزاويه زي ما قال الدكتور زاويه 90 وبالتالي كوزين صفر، مفيش سيجنال. تعال نشوفها دلوقتي. يبقى الكلر الغامق ده، الاحمر الغامق ده جاي توورد البروب، يعني بوست فريكوينت شيفت، سرعته عاليه ولا واطيه؟ واطيه. اما الاصفر عاليه، الازرق واطيه واوي، والاخضر تمام. فعندنا ادي بلاد فيسل اهو. البلاد فيسل ده هل جاي من الناحيه دي للناحيه دي ولا جاي من الناحيه دي للناحيه دي؟ بص اللي توورد ايه؟ احمر، يبقى هو جاي الناحيه دي. تمام كده؟ هو جاي من الناحيه دي، حتى السهم اهو. هنا ليه كان اصفر؟ لان الزاويه ما بينه وبين البيم كانت كويسه. تمام. كانت قريبه من ان يبقى ايه بارلل. بعد كده بدا يحمر لان الزاويه دخلت على البربنديكولر. بعد كده هنا الزاويه بقت ايه بربنديكولر بالظبط 90 درجه، كوزاين 90 صفر، مش هيبقى فيه اي سيجنال. بعد كده بدا يبعد، بس يبعد لسه الزاويه مثلا 70 80، وبالتالي ايه السيجنال قليله، لكن في اللون ايه الازرق الغامق لانه بعيد. بعد كده هنا ايه الزاويه اتحسنت لكن قوي خالص بقى اخضر. فدي الكلر ماب. تعال نشوفها بقى على الويف فورم. سرعة الدم واحدة، سرعة الدم ما بتتغيرش، لكن الانجل، الانجل اللي انا بقيس بيها تمام بتتحسن، وبالتالي السرعة هنا ريلاتيفلي هتلاقيها اعلى من هنا، اعلى من هنا. يعني هنا الدم واقف مستحيل، مع ان انا لو قست هنا هتلاقي ان سرعة الدم صفر. دي اسمها ايرورز اوف ميجرنج. الدم سرعته واحدة. ده على حسب انا ما بحط البروب. دي حسب حطيت للبروب. طب انا مثلا لو انجلت البروب كله الناحية دي، انا مبدئيا مش شوف الناحية دي لكن كل ده هشوفه بسرعة واحدة. عشان كده بقول لك الدوبلر يحب الايه؟ الحالي المايل، ميل ميل تقيس. بس الكلام ده لو انا بقيس سرعات في النسا ولله الحمد انا مش هحتاج السرعات غير في الميدل سيريبرال بس، امال الباقي هحتاج انديسز هنقول عليها دلوقتي. طب ده بالنسبه للكلر. الويف فورم مش هنا توورد، يبقى الويف فورم هتبقى ايه؟ اباف البيز لاين. وهنا اللي هو البرايتر الزاويه حلوه تمام، وبالتالي السيجنال كبيره. هنا الاحمر الزاويه ضعفت، وبالتالي السيجنال ايه ضعفت. هنا بيربنديكولر بيز لاين من غير سيجنال، ونفس الكلام بس في الاذر دايركشن. تمام. في مود تانية اسمها انرجي مود، او اسمها باور مود، او اسمها انجي مود. المود دي يعني ممكن ننساها شويه. دي بتعتمد على ايه؟ ما بتعتمدش على الفريكوانسي شيفت، بتعتمد على الامبليتيود. امبليتيود يعني ايه؟ نورمال يا جماعه، حد بيشوف الار بي سيز في السونار العادي اللي هو البلاد فيسل؟ لا، اشوفه انهي كوج. طب مش الار بي سيز دي مش المفروض برضه بتبعت ريفلكتد ويف؟ اه، لكن ريفلكتد الترا ساوند، ريفلكت ايكو، الريفلكتد ايكو بتاعها بيبقى فيري مينيمال امبليتيود لدرجه انه ما بيبانش. تمام. فالمود دي اسمها باور او انرجي. اي امبليتيود موفينج حتى لو كانت ضعيفه بصورها. فالمود دي ملهاش دعوه بالدايركشن، ما بتعمليش اي دايركشن، لكن
اي موفينج ستراكشر ايا كان الامبليتيود بتاعته بتلقطها، وبالتالي بترسم لي الاورجان رسم. عشان كده اسمها انجيو مود او باور او انرجي. تمام، دي بنحتاجها لو بصور ستراكشر سرعه البلاد فيسلز بتاعته وسرعه الفلو مينيمال قليله خالص، الكلر مش قادر يلقطها، بقوم عامل لها ايه الباور مود. ثالث مود عندنا اللي هي السبيكترال مود. بنستخدم كيرسر اللي هو الكيرسر بتاع الدوبلر ده، بندوس على زرار اسمه بالسد ويف بي دبليو، بيظهر لي الكيرسر ده، الخط ده. الخط ده فيه حاجتين، حاجه اسمها سامبل فوليوم، انا هقيس منين بالظبط؟ يعني لازم يكون السامبل فوليوم ده هي علامه اليساوي في نص الفيسل. طب لو علامه اليساوي دي كانت هنا في التيشوز مش هيظهر لي اي سيجنال، لانها اتحطت على ستيشنري ستراكشر، فلازم تتحط السامبل فوليوم في موفينج ستراكشر جوه البلاد فيسل في نصه بالظبط. تمام، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه السهم ده، السهم ده اسمه انجل كوركشن. يعني ايه انجل كوركشن؟ بيقول لي الانجل بتاع البيم على البلاد فيسل كام. تمام، كام دي انا المفروض انا اللي بتحكم فيها. يعني ايه انا اللي بتحكم فيها؟ اخليها انجل كوركشن. تمام، هقول لك دلوقتي الستيرنج. الانجل كوركشن دي ما بين البيم وبين البلاد فيسل. تمام، طب لو الانجل دي مثلا 70 80، هل انا متوقع السيجنال هنا تبقى حلوه؟ مبدئيا السيجنال وحشه والسرعه غلط، السرعه غلط لان الكوزاين كده ايه بقى غلط. طب لو الانجل دي 40 50 احسن، اتحسنت كده. لو الانجل دي 15 ولا 10 احسن واحسن. لو الانجل دي صفر روعه كده. كل ما الانجل تتجه ناحيه الصفر كل ما قيس سرعه دقيقه. تمام، يبقى حاول تصغر الانجل دي على قد ما تقدر وانت بتقيس سرعه. نصغرها اقل من كام؟ اقل من 60، لكن لو قدرت توصلها للصفر يا ريت. يبقى هم حاجتين اللي بنتحكم فيهم، السامبل فوليوم والانجل كوركشن. طبعا في حاجات تانية كتير بس انا مش هخوض فيها. عندي بقى نوعين من البلاد فيسلز، نوع اسمه هاي ريزيستنس فلو ونوع اسمه لو ريزيستنس فلو. يعني انا عندي في الكاردياك سايكل جزء الاولاني اسمه سيستول، الجزء الثاني ده سيستول. السيستول اللي بيتحكم فيه الكاردياك اوتبوت او الاستروك فوليوم، فده ثابت. الدايستول اللي هو الجزء الثاني اللي بيتحكم فيه البريفرال ريزيستنس. تمام، يعني ايه؟ يعني لو عضو مهم الفيسلز هتبقى فازو دايليتد، انا عايز دم على طول اوفر الكاردياك سايكل، وبالتالي الريزيستنس هتبقى ايه؟ قليله، وبالتالي الدايستول بتاعه هيبقى حلو، هتلاقيه عالي، فهتلاقي دم في السيستول ودم في الدايستول، كله انتجريت كله رايح. لكن لو رايح مثلا لاطراف الفازو الفيسلز فازو كونستريكتد، وبالتالي الريزيستنس عاليه عاليه لدرجه ان الدم هيخش لها هتقوم مرجعاه. تمام، وبالتالي الريزيستنس عاليه جدا لدرجه ان الدايستول هيبقى ريفرسد، يعني في الاتجاه العكسي، الدم بدل ما هو رايح في السيستول رايح بالكاردياك اوتبوت، يجي وقت الدايستول لا يرجع شويه، انا مش محتاج دم ايه في الدايستول. تمام، فلو لقيت بلاد فيسل في الثلاثه ويفز دول 1 2 3 ده اسمه ترايفيزك، ثلاثة فيزز، ده هاي ريزيستنس فلو. لكن لو فيسل واحد كله فوق البيز لاين ده اسمه مونو فيزك، هي فيز واحده، ده اسمه لو ريزيستنس فلو. وكل ما الدايستول بتاعه يعلى كل ما يبقى ايه الدم اللي واصل احلى واحلى. يبقى لو انا عندي امبليكال ارتري المفروض الاقي الدايستول ده ايه عالي، يوتراين المفروض الاقي الدايستول ده ايه برضو عالي. طب لو لقيت اليوتراين او المك الدايستول قليل وواصل لغايه البيز لاين، ده معناها ان الدايستول قليل، معناها ان الريزيستنس عاليه، معناها ان العيال ده فيه اي او جي ار. تمام، هنشرحها دلوقتي انت بالتفصيل. تمام، طيب علشان اعمل بقى الكلام ده كدكتور اشعه المفروض يبقى عارف كل الزراير دي، اظبط بالبيموت زراير، اظبط بالكلر مود، اظبط بالسبكترال مود. انا مش هقول يعني كله، بس الصوره العاديه، صوره السونار العاديه بتظبط ازاي؟ ريزوليوشن عن طريق زرارين، فريكوانسي وفوكس عشان اعلي اللاترال والاكسيال ريزوليوشن، وعشان الديبث والجين عشان اعمل اوبتيمم سايز. بعد كده الجين والاوفر اول جين، وحاجه اسمها دايناميك رينج عشان تظبط لي درجه البرايتنس. دي الزراير بتاع البي مود. الكلر مود بنعمل حاجه اسمها ستير. يعني ايه ستير؟ ميل البيم بتاع الالترا ساوند، ستير دي يعني دفه بتاعت مركبه، فميل البيم، ده اول حاجه، ده زرار اسمه ستير. بس زرار الستير ده يا جماعه مش هنعرف نعمله في شغل الناس. اشمعنى؟ لان عشان اميله لازم يكون لينير بروب. لينير ده اللي هو ايه؟ نازل ريكتانجولار شيب، لكن انا عندي كونفكس، فهتلاقي الكونفكس بروب نازل له كونفكس الكالر بوكس،
طب انا عايز اعمل ستير، يبقى وانت بتقيس ما تقيس في النص بالظبط كده انت قايس بيربنديكولار، قياسك هيطلع غلط. امال ايه؟ قيس على طرف الشاشه، حاول تقيس على طرف الشاشه بحيث تبقى عامل ايه، عامل انجل، عامل ناتشرال ستير. في زرارين تانيين برضو مهمين، حاجه اسمها سكيل وحاجه اسمها كولر جين، نشوفها على الصور احسن. نفس الزرار دي هيبقى في السبيكترم بس هنزود عليهم ايه شويه حاجات نقولهم دلوقتي. طيب ده يا جماعه الكونفكس وده بلاد فيسل. البلاد فيسل ليه فيه نفس اللونين؟ هو رايح جاي الدم؟ لا، هو رايح في اتجاه واحد بس، هنا كان بالنسبه للبيم ايه، البيم جاي كده، هنا كان بالنسبه له توورد فبان احمر، هنا بيربنديكولار مش شايف كولر، لكن هنا بالنسبه له اواي فبان ازرق، هنا كان احمر لكن الانجل هنا احلى من الانجل اللي هنا، وبالتالي السرعه هنا ريلاتيفلي اعلى وبالتالي هنا جه مور برايتر. تمام، ده بالنسبه للكونفكس. لكن لو انا عندي لينير بروب اللي هو مربع هقدر اعمل ستير للكولر بوكس، ده اسمه كولر بوكس. لو نزلت الكولر بوكس بالشكل ده وعملت له ستير كده وعملت له ستير كده، نفس البلاد فيسل ومع ذلك اللون اتغير وكمان السيجنال قوتها اتغيرت. هنا السيجنال مالها؟ ضعيفه. ليه؟ لان انا نازل بزاويه على البلاد فيسل اللي مايل، الزاويه دي تقريبا قد ايه يا جماعه؟ 90. تمام، ادي البيم وادي البلاد فيسل 90، يبقى انا متوقع ان السيجنال هنا هتبقى ايه؟ وحشه جدا. تمام، اوكي. طب هنا السيجنال اتحسنت، تمام، الانجل هنا اقل من 90، هنا الانجل بقت ايه؟ اقل خالص، وبالتالي السيجنال بقت ايه؟ اعلى. يبقى لازم اميل، دي اللي اسمها ستير. تمام، طيب الزرار الثاني حاجه اسمها بي ار اف، بلس ريبيتيشن فريكوانسي او فيلوسيتي سكيل. انا دي اسمها كولر ماب وده اسمه كولر بوكس. الكولر ماب دي ده البيز لاين، ده السرعات القليله توورد وده السرعات العاليه. انا ممكن اخلي اخر الكولر ماب هنا مثلا 20 سنتي بير سكند، انتوا عارفين السرعه ايه، المسافه المقطوعه في الزمن سنتي بير سكند، هنا 20 سنتي بير سكند، لكن سرعه البلاد فيسل ده وليكن 40 سنتي بير سكند. ايه المشكله اللي هتحصل؟ هيفضل يعلى 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 لغايه الاصفر، بس هو اعلى من الاصفر، يقوم لافف واخد من لبني، حاجه اسمها راب اراوند ارتيفاكت او اسمها اليزنج ارتيفاكت. دي بتظهر في صوره ايه؟ ان انا بشوف في البلاد فيسل الاثنين كولرز البرايتر في نفس الفيسل، يبقى ده كده ايه، الفيسل ده سرعته اعلى من اعلى من اعلى حاجه في الكولر ماب. يبقى انا اعمل ايه في الكولر ماب؟ اعلي السرعه شويه، اعلي السرعه عن طريق زرار اسمه بي ار اف اللي هي اسمها بلس ريبيتيشن فريكوانسي او اسمه فيلوسيتي. لو عليت البي ار اف شويه ايه اللي حصل؟ بقى هوموجينس. ليه؟ بدل ما 40 بقت 60، وبالتالي سرعه البلاد فيسل جت في الحته دي، بقى هو ده اللون بتاعه. طب لو عليتها اكتر من كده 100، تمام، 100 دي انا مش هلقط غير السنترال فلو بس. ليه؟ هو اسرع بلاد فلو، لكن البلاد فلو اللي على البريفري سرعته واطيه مش هتيجي معايا، فلازم اعمل اوبتيمم بي ار اف. يبقى الزرار ده المفروض بنلعب فيه اوبتيمم بي ار اف. تمام، طيب النقطه الثانيه حاجه اسمها الجين. ده هنا يا جماعه البي ار اف ماله؟ في اليزنج برايتر كولرز، ده هنا اتحسن شويه، لا هنا اتحسن قوي لكن هنا قل. تمام، هنا بقى حاجه اسمها جين. جين دي زي البي مود جين اللي هي بتبيض وتفتح، بتزود البرايتنس، هنا المره دي بيزود الكولر. هنا مثلا الاوبتيمم، هنا لو زودت الكولر ايه اللي حصل؟ الكولر بدا ينشع بره البلاد فيسل، دي اسمها بليدنج ارتيفاكت، كولر بليدنج. يبقى بعد ما زودت لا ارجع تاني شويه. طب هنا ايه اللي حصل؟ ده انا قللت خالص، يبقى لازم يبقى عندي اوبتيمم كولر جين. يبقى عشان اظبط الكولر زرارين، اوبتيمم بي ار اف اللي هي فيلوسيتي، اوبتيمم كولر جين. تمام، طيب وده مثال مثلا لايه الفيسل ده، ايه اللي فيه ارتيفاكت اسمها ايه؟ اليزنج ارتيفاكت، لانه سرعته اعلى بكتير من هنا. ايه اللي حصل لما عليت بقى البي ار اف او عليت السرعه؟ بقى هوموجينس، وقع في هنا. تمام، نفس الفكره هنا. اوكي، طيب البلسد تحت امرك اليزنج ارتيفاكت دي كده، الاسم الثاني ليها راب اراوند، يعني راب اراوند دي يعني بيلف، هي الاسم بتاع اليزنج، هي اليزنج اللي اسمها راب اراوند. راب اراوند يعني بتلف، يعني ده شرح ليها يعني او وصف. تمام، اوكي، هنا المره دي عملنا ويف 4. الابيض ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده الجين، ده برضو الدوبلر جين. كل ما زود درجه البياض ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتبقى مبيضه قوي،
بس لو قللت السرعه هتبقى ايه او الويف هتبقى ضعيفه. خلي بالك ان انا لو زودت قوي الويف ممكن اقيس سرعه اعلى، ولو قللت قوي اقيس سرعه اقل، فلازم برضو يبقى عندي اوبتيمم دوبلر جين. تمام. طيب عملت ويف فورم بالشكل ده، ايه اللي حصل؟ الويف الايبكس بتاعتها طارت وجت من تحت. ليه بقى؟ لان دي السرعه بتاعتها اعلى من اخر سرعه هنا، فلفت وقامت رجعت. يبقى دي الاليزنج بتاعت الدوبلر، الراب اراوند بتاعت الدوبلر بتاع البلسد. اعمل ايه؟ اعلي اخر سرعه هنا، بدل مثلا ما هي 50 سنتي خليها 70 سنتي، وبالتالي الويف كلها تيجي ايه؟ تيجي في البوكس بتاعي. تمام. او اعمل حاجه تانية، اجي على البيز لاين ده واقوم منزله لتحت، فالايبكس دي بدل ما هي طايره من تحت تيجي لي من فوق. تمام. نفس الفكره هنا، الايبكس طايره اللي هي في اليزنج ارتيفاكت، انا قمت معلي السرعه، معلي السرعه ليه؟ بي ار اف، وكمان نزلت البيز لاين لتحت. تمام. طيب حاجه تانية نشوف هنا، ايه اللي حصل هنا؟ هنا الجين ضعيفه، هنا الجين زياده، هنا الجين ايه؟ زودته قوي. بس لما زودته قوي بدات تحصل فيه ارتيفاكت على البيز لاين. هل في ويف تبقى موجوده على البيز لاين بالظبط؟ ما ينفعش، ما ينفعش. دي ارتيفاكت اسمها وول ثامب، ان الوول نفسه وهو بيتحرك مع الهارت بيتس بيتحرك، فبيبقى له فريكوانسي فبتظهر هنا. عشان اضيع الفريكوانسي دي اللي هي على الوول بالظبط افلترها، اعمل حاجه اسمها وول فلتر. تمام. اللي هي دي هتقولي ايه اهميتها؟ لا دي مهمه قوي في الجاينيكولوجي والاوبستريك. اشمعنى؟ ساعات يا جماعه في الامبليكال بعد ما الريزيستنس بتعلى الدايستول بيفضل يقل لدرجه انه بيبقى ابسنت، وكمان ممكن يبقى ريفرزد. لو انا اتلخبطت بين الارتيفاكت دي والريفرزد كومبوننت انا شخصت غلط. تمام. الريفرزد كومبوننت بتبقى في الدايستول، لكن الارتيفاكت دي هتبقى اوفرلاينج مين؟ السيستول، على السيستول. تمام. ومع ذلك انا عايز اشيلها، فاعمل حاجه اسمها وول فلتر. تمام. الحاجات دي ان شاء الله نتدرب عليها في المره اللي جايه في العمل بتاع الدوبلر، دي لازم تشوفوها بعينيكم. تمام. وول ثامب اللي هي طبعه الوول، بعمل لها ايه؟ بفلترها. الفلتر ده الاول بيعمل ايه يا جماعه؟ خدوا بالكم الحته دي، هنا كان الفلتر 50 هرتز يعني 50 سايكل بير سكند، الهارت ريت بتاعنا بيضرب على سرعه كام؟ مثلا 60 70. تمام. يبقى لو ده شخص عادي اعلي له الفلتر لكام؟ 75 80، ايه اللي حصل؟ راحت، صح كده؟ فده عباره عن الهارت الايفكت بتاع الهارت بيتس. فانا لو عليت 70 80 100 راحت، لكن خلي بالك لو عليت قوي 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 انا هضيع الويف فورم نفسها. تمام. هضيع الفريكوانسي نفسها، فانا اخر ان مثلا 100 ولا حاجه. تمام. نفس الكلام بس هنا بقى الزاويه. هنا بيقول لك لو الزاويه اتغيرت اللي هي الانجل كوركشن، يعني الانجل مثلا لازم تكون بارل للوول. طيب فرضا انا خليت الانجل وليكن 70، هنا مثلا كانت 50، 50 السرعه بتاعت البلاد فيسل هنا كام؟ 40 سنتي بير سكند. لما زودتها 70 انا ممنوع اعدي ال 60، ايه اللي حصل لسرعه البلاد فيسل؟ بقت 120. قست غلط. هتفرق معايا؟ ايوه. في الميدل سيريبرال ارتري، في الميدل سيريبرال، انا المفروض السرعات تحت ال 50 30 40 حاجه و20. تمام. لو قست سرعه ولقيتها 70 اشخص على طول فيتال انيميا، فيتال انيميا مش سرعه بس، قلت لكم ده الفيسل الوحيد اللي بقيس السرعه فيه. تمام. فلذلك الانجل كوركشن لازم تكون على اقل ما يمكن بالذات في الميدل سيرور، باقي الفيسلز كلها هطنشها. خلاص. وقلنا هم تاني. طيب احيانا يا جماعه بيحصل، انا دلوقتي ده عندي ايه؟ ابدومين، وده عندي الامبليكال فيسلز. تمام. ايه اللي حصل هنا؟ دي ارتيفاكت اسمها ايه؟ ان الكلر طلع بره البلاد فيسل، كلر بليد ارتيفاكت، نتيجه ان في عندي اوفر جين للكلر، يبقى افضل اقلل الجين لغايه لما اشوف الفيسلز فقط. تمام. طيب هنا الامبليك ايه المشكله اللي فيه؟ الليزنج ارتيفاكت راب اراوند. تمام. في البرايتر في النص، او ما على ايه؟ اعلى بالسرعه او اعلى بحاجه اسمها بي ار اف. هنا السرعه مثلا كانت 6 سنتي بير سكند، هنا عليناها مثلا 20 سنتي بير سكند، وبالتالي قدرت اشوفه هوموجينس. ايه اللي موجود في الامبليكال ارتري هنا؟ الليزنج ارتيفاكت. السرعه هنا كانت 11، هنا عليت لغايه لما وصلتها قريب من 30 سنتي بير سكند. تمام. هنا اللي موجود في الويف فورم كان ايه؟ برضو الايبكس بتاعتها طارت وجت من تحت، الليزنج ارتيفاكت. كان اخر السرعه هنا ايه؟ 15.
ايه اللي انا عملته؟ نزلت البيز لاين لتحت اهو، وكمان زودت ايه؟ زودت الفيلوسيتي، خليتها مثلا 33، فجات الويف فورم ايه هنا وذين. يبقى الاليزنج بتاع الدوبلر اصلحه بحاجتين، ازود الفيلوسيتي وانزل البيز لاين، تمام. طيب است عندي هنا ده سامبل فوليوم، السامبل فوليوم هنا جاب ارتري وجاب فين، وبالتالي الارتري بيبقى انتجريت صح كده، والفين ريتروجريت، تمام. ده بوزيتيف شيفت لكن ده نيجاتيف شيفت، ده احمر لكن ده ازرق. فين السيستول؟ السيستول اللي هو ده. فين الدايستول؟ الدايستول اللي هو الجزء الباقي ده. ايه راينا في الدايستول ده، حلو ولا لا؟ حلو جدا، ده تقريبا نص الدايستول، نص السيستول. امتى اقول عليه حلو؟ بعيني المجرده لو جاب التلت او اكتر، لو تلت السيستول او اكتر انا بطمن على الدايستول ده، بس انا كده كده ما بعتمدش على عينيا وبس، بقيس وقت ما بشوف حاجه زي كده الدكتور عايز مني ارقام، تمام. طيب ايه اخبار الدايستول ده؟ قليل قوي بالنسبه لايه؟ للسيستول. يبقى اللي فات كان لو ريزيستنس لكن ده هاي ريزيستنس. لو قلت لك ان ده مثلا نون بريجننت يوترس هتقول لي مفيش مشكله وده يوتراين ارتري. لو قلت لك ان ده امبليكال مثلا وانا عندي 20 اسبوع مفيش مشكله، لسه ما جبتش ال 28 بتاعه الدليفري والكلام من ده، تمام. طيب السرعه بتاعته، لو فرضا ان ده مثلا ميدل سيريبرال، الانجل هنا 30، الانجل هنا 50، الانجل هنا قايسه سرعه كام؟ 80 سنتي بير سكند، هنا 100 سنتي بير سكند. واخدين بالكم يا جماعه الانجل لما تتغير ايه اللي بيحصل؟ السرعه بتختلف، السرعه بتختلف، لكن بتفضل وزين نورمال طول ما انا تحت ال 60 درجه، السرعات لسه وزين نورمال. عديت ال 60 بتلاقي سرعات خياليه، سرعات كلها غلط، لكن افضل انجل هي الزيرو، تمام. نخش بقى في الايه، في الفيتال دوبلر. معلش على المقدمه دي، كهانت يعني حاسس بكده يعني. اوكي الفيديو موجود وهيبقى تو بي ريبيتد لعله خير، لعله خير. الفيتال سيركيليشن، الفيتال سيركيليشن ديفرنت عن الادلت سيركيليشن بثلاثه ميجور شانت، تمام. في شانت بين الرايت سايد والليفت سايد، وده طبعا الاوبستريشن فاهمينه احسن منا بكتير لان هم طبعا وحوش اناتومي، تمام. ده بافتراض ان هو وحش اناتومي. في داكتس فينوزس فورامين اوفال داكتس ارتريوزس. الدم بيخش عن طريق الامبليكال فين ولا الامبليكال ارتري؟ برافو عليكم. الاكسجينيتد بيخش عن طريق الامبليكال فين. مين الامبليكال فين؟ انا عايز اوصله للهارت، بس الامبليكال فين بيروح للليفت بورتال، هتلاقي فيه واصله اسمها داكتس فينوزس للاي في سي للرايت سايد اوف الهارت. طيب هو وصل الرايت سايد اوف الهارت، انا عايز اوصله الليفت عشان ينشر للجسم كله. في وصله ما بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم اسمها فورامين اوفال، بتبقى مفتوحه في الفيتس. ووصله تانية ما بين، احنا هنا طلع مثلا من رايت اتريوم على رايت فينتريك على البلمونري ارتري، في وصله تانية بين البلمونري ارتري والديسندنج ثوراسيك اورتا اسمها داكتس ارتريوزس، تمام. فدي عندنا كده السيركيليشن. هنا الاثنين امبليكال ارتريز، تمام، بيجوا من جنب اليورينري بلادر لان هم تكمله مين؟ الانترنال ايلياكس، تمام، وبيكملوا يخرجوا بالدي اوكسجينيتد بلاد، يقوم داخل الاوكسجينيتد بلاد على الليفت بورتال، يقوم عامل وصله اسمها داكتس فينوزس للاي في سي، والاي في سي وصل للرايت اتريوم. من الرايت اتريوم له طريقين، الفورامين اوفال على طول على الليفت اتريوم فالليفت فينتريكل فالاورتا، تمام، او من الرايت اتريوم على الرايت فينتريك على البلمونري ترانك، ومن البلمونري ترانك عن طريق داكتس ارتيوزس الى الاورتا تاني. فدول الوصلات بتوعنا. انا بس عشان ايه نفهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب انا دلوقتي عايز اقيس ايه بالظبط؟ دي عندي سرعه ودي عندي سرعه. اعلى سرعه في السيستول اسمها بيك سيستوليك فيلوسيتي، اخر سرعه في الدايستول اسمها اند دايستوليك فيلوسيتي. انا هقيس دي وهقيس دي. طيب يا دكتور انت مش مظبط الانجل خالص، تمام، مش ممكن السرعات تبقى غلط؟ طبعا غلط، بس انا هقيس ريشيو بين الاثنين، يبقى حتى لو الاثنين غلط الريشيو طول عمرها هتطلع صح، الريشيو ثابته بالظبط كده. علشان كده ما بيهمنيش الانجل كوريكشن خالص طول ما انا بدور على، الحمد لله طول ما انا بدور على اي يو جي ار. وات از اي يو جي ار؟ فيتال هايبوكسيميا. لكن لو بدور على فيتال انيميا ميدل سيريبرال هايبرديناميك هنقولها دلوقتي. طيب بقيس ايه؟ بقيس ثلاث قياسات، قياس منهم بتاعنا كراديولوجيست اللي هو مين؟ ريزيستيف اندكس. الماشين يا جماعه هي اللي بتقيس القياسات دي مبدئيا، انا بحط حطه هنا وواحده ثانيه هنا والماشين بتطلع لي ثلاث قياسات.
القياس الاولاني اسمه ريزيستيف اندكس، ده عباره عن السيستول ناقص الدياستول على السيستول، تمام. ودائما وابدا احنا كدكاتره اشعه لازم يكون تحت 7/10. يعني ايه تحت 7/10؟ يعني الدياستول اعلى من تلت السيستول، تمام. القياس الثاني والثالث يهم دكاتره النساء اللي هم البي اي 5 إلى 10، 5 إلى 10 الى 10 ماشي، عشان بس الكيز عملي نشتغل عليها شويه وهنرجع نكمل، تمام. التكمله مهمه عشان هنتكلم على امبليكال ارتري والفيتال جروث الاي جي ار وكده. طيب البي اي والاس دي ريشيو، البي اي عباره عن السيستول ناقص الدياستول على الافريج او المين، دي بالنسبه للاوبستريشن مور اكوريت. وبرده نفس الكلام اس دي ريشيو، سيستول على دياستول، تمام. يبقى عندي كام قياس؟ 3، ريزيستيف اندكس، بالساتيليتي اندكس، سيستول دياستول ريشيو، تمام. طيب الدوبلر ستاديز بتاعتنا، انا ممكن اعلق على الماتيرنال سايد، هنعلق عليه بايه؟ يوتراين ارتريس، ده بدري خالص. وممكن البلاسينتال سايد يبقى الامبليكال ارتريس. الفيتال سايد عندي ارتيريال سيركيليشن، فينوس سيركيليشن، فيتال هارت، واحده ورا الثانيه، يعني مش مره واحده. لو الارتيريال الاول، لو البلاسينتال سايد الامبليكال ارتريس نورمال ما كملش، لو اب نورمال شوف الفيتال سايد اتاثر ولا لا، اللي هي الارتيريال سيركيليشن، الميد سيريبرال بتاعنا هو الممثل بتاعها، اتاثر شوف الفينوس سيركيليشن، الدكتس فينوس هي الممثل بتاعها، اتاثر بص على الهارت، ايكوكارديوجرافي. هنحاول نقولهم بشكل ان شاء الله مبسط. اول واحد فيهم اليوترين ارتري، اليوترين ارتري بيجي من الانتيرو ترانك بتاع الانترنال ايلياك على الناحيتين، بيبقى له ديسندنج ليمب وترانزفيرس ليمب واسندنج ليمب. الاسندنج ليمب بيجي من اول اللور يوترين سيجمنت ويطلع ويبقى فيري تورشوس، فيري فيري تورشوس. ايش معنى؟ لانه عامل حساب ان اليوترس بعد كده ايه هيكبر مع البريجنسي، تمام. طيب وقت ما بعمل له اسسمنت، بعمل له اسسمنت امتى وازاي؟ بعمل له اسسمنت غالبا بعد 20 اسبوع، ويمكن اكوريتلي كمان بعد 22 اسبوع. طب بجيبه ازاي؟ انا عندي المفروض لو جيت عند الميد انجوينال بوينت، الفيسز اللي بتكروس في الحته دي اسمها اكسترنال ايلياك فيسز، بيبقى تحول اسمها الى كومن فيمورال. عند الاكسترنال ايلياك او مباصص ناحيه اليوترس، يعني ده كده اخر اليوترس، واللي جايين بالطول دول الاكسترنال ايلياك، هتلاقي فيسل معدي عليهم بالعرض، هو ده اليوتراين. فيري ايزي، فيري ايزي، ما فيهوش اي مشكله. ببص باجي عند اليوترس واقوم باصص لبره، لبره ناحيه الميد انجوينال بوينت، بلاقي فيسلز ماشيه بالطول اللي هي الاكسترنال ايلياك فيسلز، تمام. الاقي اركز على الفيسل اللي جاي بالعرض اللي كروسنج اوفر ورايح ناحيه اليوترس، هو ده اليوتراين ارتري. طب الويف فورم بتاعته عامله ازاي؟ احنا قلنا في سيستول وفي دايستول. النون بريجننت يوتراين زيه زي الفيرست تريمستر، لسه البلاد فلو بيتكون، لسه البلاسينتا الفاسكولار بيد بتتكون وبتفتح، فلسه ايه اللي هيحصل؟ عندي حاجه اسمها ايرلي دايستوليك نوتش او بري دايستوليك نوتش، هتلاقيها موجوده. الريزيستيف اندكس عالي جدا لدرجه انك ما تقيسوش. ليه يا جماعه؟ الدايستول اصلا مطحون، وبالتالي الار اي اللي هو الريزيستيف اندكس هيبقى اكتر من 8/10، اكتر من 9/10. طيب مع البروجريشن في الايرلي سكند تريمستر 15 16 17 18 اسبوع، ايه اللي حصل؟ النوتش بدات تقل والدايستول بدا يعلى. طيب في الليت سكند، السكند ده وصل لغايه كام اسبوع يا جماعه؟ اللي هو 26، تمام، يعني تقريبا من عند 22 اسبوع المفروض نورمال بريجننت فورم يجي عندي، اللي هو عباره عن ايه؟ نو بري دايستوليك نوتش، ابسنت بري دايستوليك نوتش، والدايستول بتاعه عالي جدا، يعني الريزيستيف اندكس لو. لو يعني كام؟ اقل من 7/10 في اي فيسل الا اليوتراين، اقل من 6/10، وفي كتاب كمان اقل من 85%. ليه يا جماعه؟ اليوتراين في غايه الاهميه، ربنا سبحانه وتعالى عامله من اعلى الدايستولات اللي في الجسم، عالي جدا الدايستول بتاعه. لو بقى اعلى، لو مثلا 7/10، ده هيحصل له اي جي ار وبري اكلامسيا واكلامسيا وما الى ذلك، تمام. ايه اخبار؟ ادي يا جماعه مين الاكسترنال ايلياك، وادي مثلا اللور بارت بتاع اليوترس، شايفين الكروسنج فيسل؟ قيس بعد الكروسنج على طول. ليه؟ طب ما انا ممكن اقيس يا دكتور وهو بيعمل كروس. لا خلي بالك، ده بيكروس على اكسترنال ايلياك اللي هو رايح ناحيه اكستريميتي، اللي هو هاي ريزيستنس ارتري، فانت بالخطا تغلط. لو حطيت على الاكسترنال ايلياك هتلاقي ووف فورم الريزيستنس بتاعتها عاليه جدا، فحاول عدي الكروسنج وقيس، هتلاقي دايستول حلو جدا. انا بقيس سرعه؟ لا، بقيس اعلى حته في السيستول، اخر حته في الدايستول، وابدا اجيب الريشيوز بتاعتي ار اي بي اي اس دي ريشيو. طيب
يهمني امتى او ايه الابنورماليتيز بتاعتنا. الابنورماليتيز حاجتين، يا اما انكريز ذا ريزيستنس اللي هي الار اي والبي اي، يا اما بريزيستنت ايرلي دايستوليك نوتش او البري دايستوليك نوتش. كوني شفتها مشكله، تمام. طيب مشكله يعني ايه؟ بري اكلامسيا واكلامسيا، ممكن يدخل اي جي ار وانت بتعمل فيتال ديث، ممكن يتسبب في ابرابشن، وممكن ايمرجنسي سيزيريان سكشن لو بعد كم اسبوع 28، لكن لو ما قبل ذلك بتفولو، انت بتفولو وخلاص على كده. يبقى اليوتراين اهميته قبل ال 28 ولا بعد 28؟ قبل ال 28 طبعا، بعد ال 20 قبل ال 28 طبعا. بتدي بقى اللي هي اللودز هبل ومش عارف ثرومبوسايتوفيليا، الحاجات اللي هي ايه تبع للجاينيكولوجيست، تمام. طيب ايه اخبار الويف فورم هنا؟ ممتازه. الدايستول ده اعلى من نص السيستول. ايه اخبار الدايستول هنا؟ كويس، لكن في مشكله. ايوه، النوتش دي should not be present. اي نوتش وحشه. لو لقيت نوتش في الدايستول وحشه، لو لقيت نوتش في السيستول وحشه، الاثنين دول علامه increased resistance، لازم تخبط هبل. لا اطمئني، هي الفكره كلها هنقول بنعمل غلط. يعني لو الدكتور زود الجين قوي، ما هو ممكن يقفل النوتش دي بالخطا ويمس النوتش. عشان كده لازم تكون الخلفيه ايه؟ سودة. لازم يكون الجين قليل شويه عشان النوتش دي ما تختفيش، تمام. طالما ظهرت يبقى مش هعمل خلاص. خلاص. فايه الاخبار هنا؟ هنا النوتش موجوده، وبالتالي العيانه دي لايبل ان عندها يوترو بلاسنتال انسفيشنسي. ده الكلمه اللي هنكتبها مثلا في التقرير. طيب ايه اخبار العيانه دي؟ لا، العيانه دي عندها الاثنين، ده عندها النوتش موجوده والدايستول وحش، يبقى الريزيستنس عاليه جدا. ايه مشكله بقى العيانه دي؟ ده فيري فيري هاي ريزيستنس، ده ريفرز الدايستول. ما تقسي اي قياس، ما تقسي خلاص سرعات. لو لقيت ريفرز الدايستول او ابسنت سيستول، ما تقسي ار اي ولا بي اي، انت تكتبها كده وبس. ريفرز او ابسنت دايستوليك كومبوننت فيري هاي ريزيستنس، ده امبيندنج انتراترين فيتال ديث، ده غالبا ممكن يضيع، تمام. طيب القياسات بتاعتي انا وقت ما بقيس، يا دكتور انا مش حافظ، انا مش حافظ ده 5/10 ولا 6/10 ولا مش عارف ايه، ومش عايز احفظ، انا ورايا حاجات كتير، اعمل ايه؟ دخل اهم حاجه وانت بتبدا الفحص اللي هي ايه؟ لاست منسترال بيريود. طب العيانه مش فاكراها، غالبا هتبقى فاكره الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، دوس الزرار بتاع الاكسبكتد ودخله. اما لو عامله اي في اف، دوس الزرار بتاع الاي في اف ودخله. اشمعنى؟ عشان الجهاز يبدا يحسب لك النورمال يوتراين ميجرمنت فور ديت، ويقوم حاطط لك كيرف. قيسي قياساتك، تمام، وحطي اكسبكتد بتاعك. يعني القياسات كلها مثلا قايسه على 24 اسبوع، حاولي تحطيها بس بروفايد الذات انها ماشيه ميجرمنت مع بعضيها. حطي الاكسبكتد ديت مثلا اللي الجهاز مطلعه لك، بس لازم تسبلاي الجهاز بديت عشان يطلع لك الكيرفات، والكيرفات دي مهمه قوي قوي. طلعنا الكيرفات ولقينا مثلا ان عندها 20 اسبوع، هيطلع الرقم هنا مثلا 1.5، طلع الرقم 1 مثلا اقل من 10%، يبقى ده ريديوس، طلع اكل، وهكذا، تمام. انا دايما بتحكم بالايه؟ بالكيرفات. طب انا يعني وهنا واخدين بالكم يا جماعه ايه الميجرمنت اللي جايبينها؟ بي اي، البي اي والاس دي ريشيو بالنسبه للنساء ادق من الار اي. اتفضل يا دكتور. يعني هو النورمال اللي في النص، النورمال دايما اللي في النص اكوردنج للديت، ما هو ده اسمه الميديان او الستاندرد، ودول الستاندرد ديفيشن بتاعهم، ده ال 19% وده ال 10%، فلازم دايما يبقى موجود هنا. لو جه هنا اكتب مثلا ميجرنج كذا نورمال فور ديت وخلاص على كده. لكن ممكن مثلا الرقم اللي نورمال بالنسبه للعيانه هيبقى ابنورمال بالنسبه لواحده ثانيه. فلذلك الكيرفات دي يا جماعه في غايه الاهميه، كل الميجرمنتس بتاعتنا المفروض تتحط في كيرفات. طيب انت لو بره الكيرف من فوق يبقى ايه؟ ابنورمال، سواء هنا ولا هنا ابنورمال. ابنورمال وخلاص يعني. ما هي 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 الفكره، اطمئني. ايه الابنورمالتي في اليوتراين؟ انكريز دي ريزيستنس، مش ديكريز. الديكريز ده حلو طبعا، ماشي، بس غالبا مش هتلاقي في يعني هو اتجاه واحد بس اللي هتلاقيه ابنورمال، تمام. طيب الامبلايكل النورمال بتاعه، تمام، برضو بيديفلوب مع الوقت، تمام. البلاسينتا بيبدا هتبدا ايه تدينا، او الريزيستنس بتاعتها هتبدا تقل شويه بشويه، وبالتالي هو داخل مش لاقي ريزيستنس، فكل ما هيبروجريس مع البريجنسي الدايستول بتاعه ايه هيعلى. ده اللي انا حافظ الار اي بتاعه اللي هو اقل من 7/10، لكن اليوتراين الار اي بتاعه اقل من 58%. انا كدكتور اشعه بحفظ الار اي، لكن الباقي الكيرفات. طيب نورمال الامبلايكال هتلاقي فيه الكويلنج ده، تمام، وقت ما بقيس برضو التلاتة. ايه اخبار الدايستول هنا؟ كويس الى حد ما، كويس التلت او اكتر، تمام. وده مين ده؟
الامبليكال فين حاجه نان بلساتايل، انا مش شايف في اي بلسيشن، خلاص ده الامبليكال فين وفي الاذر دايركشن تمام. هنا تقريبا انا يعني بالعافيه ممكن امشي نورمال، بالعافيه ممكن امشي نورمال، لكن واحد تاني هيقول لي لا ده اب نورمال، يبقى الحكم ما بيننا ايه قيس قيس تمام اوكي. ايه اخبار ده؟ ده 10 على 10. طب ما تيجي نشوف الار اي بتاعه شايف كام؟ 55. البي اي الار اي 7 من 10. البي اي والاس دي انا مش حافظهم، نطلع لهم ايه الكيرف، طلع الكيرف تمام. هو ينفع يبقى فيه الار اي كويسه والبي اي يبقى مش كويس؟ غالبا غالبا هيتحركوا مع بعض، غالبا هيتحركوا مع بعض. ده اليوتراي الار اي بتاع اليوتراي، اما الار اي بتاعه الامبليكال اقل من 7 من 10، الار اي بتاع الميدل سيريبرال اعلى من 7 من 10. وقت المقاس هنا يا جماعه الار اي شايفينه اس ار اي ولا بي اي؟ بي اي، لان فعلا الاوبستريشن المفروض يلتزم بدي اكتر. طيب الابنورماليتي اللي بتاعتنا يا اما انكريز دي ريزيستنس اللي هي الار اي هيعلى، البي اي هيعلى، ده نتيجه الدايستول ماله قل، يا اما المرحله اللي بعديها ابسنت دايستول، المرحله اللي بعديها ريفرس دايستول. انا في المرحلتين ما بقيس، لو شفته كده خلاص اكتب وخلاص. الفيتس ده لايبل ايه؟ اي جي ار انترتاين فيتال ديث، يا اما اعمل له بسرعه سي اس تمام. ودي الويف فورم بتاعتنا، ده النورمال. ايه اللي حصل هنا؟ الار اي عليت جامد نتيجه الدايستول ريديوست، هنا دايستول ابسنت، هنا دايستول ريفرسد، ودول الاربعه بتوعنا. هنا هاي ريزيستنس، هنا تقريبا هاي ريزيستنس او نيرلي لوست، هنا خلاص ديفينتلي لوست. امال مين اللي تحت ده؟ ده الفين. هنا المره دي بقى ريفرسد، ده امبندنج انتراتيرال فيتال ديث تمام. طيب هنا الاخبار ايه؟ انا حاسس انه عالي شويه تمام. الار اي هنا طلع كام؟ 73. هنا الار اي ريفرسد وهنا ايه؟ ابسنت تمام. بس خلي بالك لحسن، اما انا لسه كنت هقول حاجه، خلي بالك لحسن تكون مفلتر اكتر من لازم، فتكون مفلتر الويف الدايستول تمام. خلي بالك من الفلتر في الحته دي، لان الدايستول هنا قليل قوي وانت بتفلتر الحاجات القليله، فلازم الفلتر بتاعك تقلله شويه، تقلله تمام. طيب الميدل سيريبرال ارتري، شايفين يا جماعه الميدل سيريبرال دي الراس، الميدل سيريبرال جاي ناحيه البروب، يبقى الزاويه اللي ما بينه وبين البروب كام؟ تقريبا تقريبا هتبقى صفر، يبقى اقدر اقيس فيلوستي، اقدر اقيس فيلوستي وهتبقى دقيقه تمام. طيب الويف فورم بتاعته نورمالي البرين ماتيور ولا ايه؟ ماتيور في الفيتس طبعا، ايه ماتيور فانكشنينج ولا لا؟ نون فانكشنينج. يبقى رايح له بلاد كتير ولا لا؟ لا مفيش داعي، يبقى الفيسلز فازو كونستريكتد. لكن لما بيحصل اسكيميا للفيتس، هايبوكسيميا للفيتس، يبدا القلب، انا مين عندي المهم عشان الحقه؟ البرين. فتبدا تاكتيفيت حاجه اسمها برين سبيرنج ميكانيزم، او حاجه اسمها ارتيريال ريديستريبيوشن، ابدا اوزع، اودي للبرين، اودي للادرينال، اودي مش عارف وهكذا، والقلب، واقلل من الباقي. مين اللي هودي له مهم؟ البرين. يبقى الفيسلز نتيجه الهايبوكسيميا هترياكت عن طريق ان يحصل لها ايه؟ فازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن الريزيستنس قلت، وبالتالي الدايستول بتاع الميدل سيريبرال هيعلى. يبقى نورمالي، نورمالي في النورمال برين اللي هو مش هايبوكسيك، الاقي الدايستول بتاعه ايه؟ لو خالص، الريزيستنت عاليه، ده نورمال. يبقى النورمال ار اي بالنسبه للميدل سيريبرال اعلى من 7 من 10 تمام. لو لقيتش دايستول كويس، خير وبركه، مفيش مشكله تمام. فنورمالي ده مفيش دايستول خالص، مفيش اي مشكله. مع البريجننسي البرين هيبدا ايه؟ ماتيور شويه بشويه، هتلاقي الدايستول ايه؟ يبدا يعلى سنه بسنه. طيب هتبقى عندي مشكله، لقيت دايستول كويس، بص على الميدل، بص على الامبليكال، لو الامبليكال الدايستول بتاعه وحش يبقى دي برين سبيرنج ميكانيزم، لكن لو الامبليكال نورمال طنش تمام. الامبليكال لوحده يكفي ان انا استبعد ان شاء الله الاي جي ار، لو لقيت امبليكال كويس تمام غالبا كل ما بعده كويس تمام. طيب وبرده نفس الكلام بي اي لازم نقيسها، والفيلوستي تمام. يبقى حاجة تانية بقيسها، حاجة تانية بنقيسها في الميدل سيريبرال اللي هو ايه؟ الفيلوستي. يبقى تقريبا انا قست في كله الريزيستيف انديسز ما عدا الميدل سيريبرال، زودت عليه الفيلوستي وين انديكيتد، لما الكلينيشن يقول لي انا شاكك في فيتال انيميا، شاكك ان ده عنده ار اتش انكومباتيبلتي، عنده هايدروبسي فيتاليس، انا حاسس انه دايليتد امبليكال فين، هايبر ديناميك، عنده كوريو انجيوما،
حاجه عامله عنده بولي هيدرامنوس, حاجه عامله هايبر دايناميك سيركيليشن, في فلويدز كتيره, اعمل لي ارجوك الميدل سيريبرال شوف لي فيه انيميا ولا لا, تمام, واحط الميدل سيريبرال في الحته دي واشوف السرعات بتاعته. وعندنا كل ما يحصل فيتال هايبوكسيميا, هايبوكسيميا ليه الاي جي ار التيبيكال بتاعنا, ايه اللي هيحصل في البرفيوجن بتاع الميدل سيريبرال, خلينا الميدل سيريبرال بس, الفازو دايليتيشن, وبالتالي البلاد فلو ايه هيزيد, البلاد فلو هيزيد, الريزيستنس هتقل, تمام كده. يبقى ده النورمال, لكن ده اب نورمال, ده هنا ده بقى شكله شبه الايه, شكله شبه الامبريكال, الدايستول بتاعه عالي جدا, يبقى ده برين سبيرنج ميكانيزم, ده الارتيريال ديستريبيوشن, دي تاني مرحله. يبقى المرحله الاولانيه لما الامبريكال كان اب نورمال هنسميها احنا ايرلي فيتو بلاسينتال انسفيشنسي او مايلد, لكن لو دخلنا في المرحله دي بقى دخلت على سبجكتيف, قول عليها مودريت, تمام, او اكتيفيتد برين سبيرنج ميكانيزم, اكتيفيتد ارتيريال ديستريبيوشن, عرف الكلينيشن ان انا كده ايه دخلت في ستيب ثانيه, تمام, الحق وولد, ما تستناش اكتر من كده, تمام. طيب لو بقى الميدل سيريبرال واخد الشكل ده قرب من اليوتراين, تمام, ايه مشكله الكلام ده, ان الفيسلز بتاعه البرين يا جماعه فرايبل, لو حصل لها فازو دايليتيشن والبلاد فلو راح لها كتير ممكن ترابشر, تعمل لي بعد كده اول ما الفيتس ده يتولد, حتى لو اتولد بريماتيور, جيرمينال ماتريكس هيموريدج, دكاتره الاشعه, جيرمينال ماتريكس هيموريدج, تعمل لي ليوكوماليشيا, تعمل مشكله بيرمننت, لو ما اتولدش في المرحله دي هتعمل مشكله بيرمننت, تمام. طيب الدايستول ده ماله, حلو جدا صح, لكن السيستول معدي ده حاسس ان شوتينج, ده الفيتال انيميا, بتلاقي الدايستول بتاعه اعلى من 50 55, تمام, عفوا انا اسف, السيستول, تمام, كويس صحيين, تمام. وهتحط هنا في اتنين ريجونز, تمام, او اتنين زونز, الزون الاولانيه, تمام, اللي هي تقريبا معدي 50 او 55, وممكن تحدي حتى 60, دي مايلد انيميا, اكتر من كده يعني وصل سبعينات, لا ده كده سيفير انيميا, كده الهارت بقى ده هايبر دايناميك سيركيليشن, تمام, اوكي. داكتس فينوزس, لما بيحصل الهارت بدا يعمل ريديستريبيوشن, الهارت هيجي له فتره وهيتعب, طب الريزيستنس بتاعت القلب او التعب بتاع القلب هينعكس على البلاد فيسلز اللي داخله فيه, اللي هم مين, الاي في سي والداكتس فينوس, مش الداكتس فينوس هي اللي بتشيل الدم كله من الامبريكال فين لغايه الهارت, فيحصل ابنورماليتي في الداكتس فينوس, بس دي اخر مرحله ودي صعبه بصراحه, هي المفروض الامبريكال فين داكتس فينوسس على الاي في سي. الويف فورم بتاعتها نحاول نقولها دلوقتي واركنوها على جنب, تمام, الويف فورم بتاعتها 3 ويف فورم, اس فور فنتريكولار سيستول, والدي فور فنتريكولار دايستول, والاي اتريال كونتراكشن. مرحله الدايستول بيبقى جزء باسيف فهتلاقي انتجريت, تمام, واخر مرحله في الدايستول الاتريال بيعصر نفسه عشان ايه, يفضي شويه الدم ده, وبالتالي ممكن يرجع لي شويه دم ورا, تمام, اللي اسمها اتريال كونتراكشن. انا بركز على الاتريال كونتراكشن دي في الداكتس فينوزس, ابص على دي, طول ما هي فوق البيز لاين خلاص نورمال داكتس فينوزس, يبقى هنا ادي 1 2 اس دي والاي فوق البيز لاين نورمال داكتس فينوزس. الداكتس فينوز وقت ما نجيبها ازاي, انا غالبا بجيبها بالاكسيال لكن ممكن ساجيتال, هلاقي ادي الامبليكال فين وهو داخل, تمام, هتلاقي ناحيه الاي في سي حاجه عامله اليزنج, اشمعنى الدكتس الامبليكال فين بدل ما هو 4 5 مللي دخل الدم بتاعه في حاجه 2 مللي, طالما صغرت اليومن ونفس كميه البلاد فلو هتعدي فيه, لازم اعمل ايه في السرعه, ازودها, فهتلاقي حته اوف اليزنج وزين الامبليكال فين, تمام, يبقى هو ده مكان الدكتس فينوزس, هتلاقي اس دي اي اس دي واي, تمام, ايه اللي حصل هنا للايه ريفرزد, ايه اللي حصل هنا للايه ريفيرزد, ريفيرزد دي معناها امبندنج هارت فيلير. مكانها فين؟ وقت ما ببص على الامبليكال فين, تمام, الامبليكال فين وهو داخل هتلاقي حاجه منه طالعه ناحيه الليفر ليفت بورتال او ناحيه الاي في سي. انا هنا مش هقدر اشوف ليفت بورتال والاي في سي يعني اكوريت لان الفيسلز هتبقى كتيره, شوف الحته اللي اليزنج, تمام, في الانترا ابدومينال امبليكال فين, غالبا ده المكان بتاع الداكتس فينوزس. طيب يبقى البروتوكول بتاعنا, وده اخدته من الاستاذ دكتور حسين ابو المكارم جزاه الله خيرا, قال كل ما انا قبل 28 اسبوع حاول تستخدم اليوتراين, تمام, لان انت مش هتولد لو لقيت نورم ابنورمال امبليك, بعد 28 اسبوع, تمام, بص على الامبليكال, لو الامبليكال نورمال خلاص مفيش اي جي ار غالبا, لو ابنورمال يبقى ايرلي او مايلد فيتو بلاسينتال انسفيشنسي, كمل
تمام. بص على الارتيريا سيركيليشن اللي هي الميدل سيريبرال، لو نورمال خلاص انا بتكلم في مايلد، لو اب نورمال يبقى انا عمل ايه او حصل ارتيريا ديستريبيوشن اللي هو البرين سبيرنج ميكانيزم اكتيفيتد، ولد بسرعه. طيب اب نورمال وعايز اكمل، كمل ستيب بتلاتة، شوف بقى الهارت تعب ولا لا، شوف داكتس فينوزس. لو اب نورمال امبيندنج فيتال هارت فيلير، المفروض يعني نعمله فيتال ايكو، بس طبعا يعني مش الدرجه دي. في ميسيلينيس انديكيشنز، من ضمن الانديكيشن انا بحط الكلر على اليورينري بلادر عشان اشوف اتنين فيسلز جنبيها، اشمعنى مش كل فيسل من دول بيمثل واحد من الامبليكال ارتريس وانا عندي كونستانت امبليكال فين، اذا النمبر اوف فيسل في الكورد هنا كام؟ ثلاثة. دي حاجه لازم، دي بيزك، دي حاجه من بيزك اكزامينشن، انك تحط الكلر على اليورينري بلادر في كل عيان، شوف اتنين ارتريس يبقى ده تو امبليكال ارتريس، يبقى 3 فيسل كورد. اشمعنى؟ لانه ممكن يبقى تو فيسل كورد كروموزوم الابنورماليتيز وحاجات تانية، يبقى ده من ضمن البيزك. حاجه تانية، المفروض احط كلر اشوف الكورد انسيرشن. نورمالي الكورد انسيرشن سنترال في البلاسنتا، يعني ايه سنترال؟ يعني بعيد عن اخر 2 سنتي. طب لو في اخر سنتي او 2 سنتي اسمه مارجنال. عدى من البلاسنتا وعدى تحت الممبرينز وطلع اسمه فيلامنتس، ده هيبقى معاه اي جي ار وده برده معاه اي جي ار، يعملوا مشاكل. ولو كمان عدى من قدام السيرفكس بيبقى اسمه فازا بريفيا، يعني هنا لو الارتري ده عدى من قدام السيرفكس تمام، وهيبقى مشكله كمان ان البلد هنا اوفيتال اوريجين مش ماتيرنال تمام. طيب ده اسمه ايه؟ فازا بريفيا تمام. الفازا بريفيا ده انا ممكن اشوف لو عدى من قدام السيرفكس وعمل كونكشن ما بين بلاسينتا وبلاسينتا تانية اللي هي البايبرتايت او الاكسسوري لوب. حاجه ثالثه برضو او حاجه رابعه من ضمن الانديكيشنز، شوف ايه دي كورد اراوند نيك، ادي الفيتس وحواليه لفه الكورد، شوف هنا كورد اراوند نيك ولا لا، وشوف لفه واحده ولا اكتر من لفه. عيل عنده او فيتس عنده اوريجو هيدرامنيوس، بص على الاورتا عشان اشوف مين الرينال ارتريس، بصه واحده، مع ان انا مش شايف الكيدنيز حلو لكن انا شايف الاثنين دول، انا متاكد ان الاثنين كيدنيز موجودين، يبقى السبب مش رينال.